بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة المتوسط في الرابع الابتدائي إن شاء الله نكمل مع بعض الوحدة ال11 يونت 11 listen to الدرس الثاني طبعا جايب لي رود سيفتي لانجويج فوكس طبعا ديت برضو قاعدة من القواعد be careful on the road أو be careful on the road تكون حريصا على الطرق كلمة helmet اللي هي الخوذة helmet helmet helmet, helmet. سيت belt حزام الأمان seat belt seat belt seat belt road طريق road road green light اشاره المرور الخضراء green light, green light green light green light ambulance ambulance الإسعاف ambulance موتور بايك دراجة بخارية موتور بايك كروس ووك اللي هو معبر أو ممر للمشاة كروس ووك كروس ووك شكت مصدوم طبعا هنا إيدى ولكن انتهى الصوت ب د في بك فطبعا بنقول على الإيدى ت يبقى شكت 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 اكسترا فوكابلري عندنا مجموعه من الكلمات اكسترا فوكاب رايت يمين رايت رايت ليفت اللي هو اليسار ليفت ليفت ساين ساين اللي اللافته او العلامه ساين ساين دينجر 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 go straight يسير في خط مستقيم go straight go straight young صغير السن young young hospital مستشفى hospital hospital kind طيب او عطوف kind kind man رجل man necessary ضروري necessary necessary safely بسلامة safely أما safety السلامة أو الأمان safety safe آمن safe ride a bike يركب الدراجة ride a bike ride a bike scared خائف scared scared fast سريع fast fast leg رجل او ساق leg leg wrong خطا طبعا ده بحرف W Silent يكتب ولا ينطق wrong wrong تصريف افعال عاديه منتظمه regular verbs بيزود لها دي او اي دي او اي اي دي زي turned turned turn turned wait waited wait waited كروس كروست كروس كروست بارك باركد بارك باركد اما في الريجولار فيربس افعال غير منتظمة زي درايف دروف درايف دروف فول اوفر فيل اوفر فول اوفر فيل اوفر هيرت هيرت important expressions and the propositions by موتور بايك يعني بواسطة الدراجة البخارية باي موتور بايك درايف ثرو يقود خلال درايف ثرو درايف ثرو at the كروس ووك على ممر المشاه at the كروس ووك at the كروس ووك in a hurry في عجلة من أمر يعني مسرعا in a hurry in a hurry be careful كن حريصا أو كن حذرا be careful the middle of منتصف the middle of the middle of main points on listening and reading texts uh, يعني guiding words زي love و school هو طبعا لما نيجي نقرأ ال listening text هتلاقي فيها مازن and the leader loves their school يعني مازن ودليدة الاثنين بيحبوا مدرستهم عندي ويركس in سيتي هاني ويركس ان ذا سيتي هاني بيعمل في المدينه موتور بايك هاني جوز تو ويرك باي موتور بايك يعني بيذهب العمل بواسطه الدراجه البخاريه ميدل وكروس ووك مازن ووك تو ذا ميدل اوف ذا كروس ووك مازن بيمشي لمنتصف الطريق الايه كروس ووك اللي هو المشاة. فيل اوفر وليج مازن فيل اوفر يعني سقط and هيرت his و وجرح رجله او جرح ساقه معانا برضو هنا بوب كويز اون فوكابلري كان ينقط بايك طبعا بايك بيجي معاها اسك يسال ولا سيل يبحر ولا رايد يركب ولا كروس يعبر طبعا كان يرايد بايك هل تستطيع, تستطيع ركوب الدراجه رايد هنا معناها يركب I wear the knot on my head طبعا حاجة بتتلبس في الهيد الرأس When I ride my bike تبقى هيلمت اللي هي الخوذة بنلبسها في راسنا واحنا بنسوق الايه الدراجة او الموتور بايك Watch ساعة اليد clothes ملابس توي لعبة أطفال My dad has a knot in his car له حاجة في السيارة تو درايف سيفلي عشان يقود السياره بامان طبعا بقى معاه سيت بيلت حزام الامان عشان يسوق يقود السياره بامان اما بايك دراجه هلمة الخوذة ستيشن محطه هنا جايب لي رود ساينز بعض علامات او اللافتات اللي موجوده على الطريق جايب لي صوره مثلا جمل يبقى دي معناها ان there are sometimes the camels on the road. أحيانا هناك بعض الجمال على الطريق يبقى لو لقيت صورة camel يبقى معناها ذرار سام تايمز أحيانا camels on the road يبقى بالك منهم أما لو لقيت صورة واحد بيسبح وعامل عليها خط كده يعني إكس دي معناها you can't swim here لا تستطيع السباحة هنا في هذا المكان الصورة دي أو العلامة دي, دي معناها you can't سويم هير رقم ثلاثة لما تلاقي الإشارة تمر خضراء وفي هنا إشارة على يمينها يبقى يو كان جو ستريت تستطيع إن أنت تمشي طوالي أو في خط مستقيم أند تيرن رايت وتتجه ناحية اليمين يبقى دي يو كان جو ستريت أند تيرن رايت أما هنا لما تلاقي في آه واحد واقف هنا باللون الأحمر يبقى معناها ستوب هير ستوب هير يعني توقف هنا اند ويت فور ا جرين لايت لما الاشاره تبقى خضراء طبعا دي لونها احمر اما لما يبقى لونها اخضر في المكان ده كده تبقى خضراء يبقى يعني معناها كروس اما هنا معناها ستوب لانها باللون الايه الاحمر اما علامه الدراجه يبقى عندي بايسكل وعليها خط احمر كده يبقى دي معناها يو كانت رايد يور بايك هير لا يمكنك ان تركب الدراجة بتاعتك في هذا المكان يعني معناه you can't ride your bike here اما لما تلاقي صورة كار سيارة برضو عليها الخط الاحمر معناها you can't park here يعني لا يجد لا يجب او لا يمكنك ان تركن سيارتك هنا اللي بعده look read and circle جايب لي هنا road safety اللي هو الامان اول حاجة طبعا you need a helmet تحتاج ان انت تلبس خوذه on your bike عندك رقم A حاطط خوذه على راسه هي تبقى الايه الصح لو معناها you need to you need a helmet on your bike الصوره الثانيه you need a seat belt حزام الامان in our car او in, in your car طبعا هنا لابس الخوذه اما هنا حزام الامان موجود في الصوره رقم B يبقى هنا you need a seat belt in your car أما رقم ثلاثة، you need a green light to cross the road. عايز جرين لايت، والجرين لايت موجودة فين؟ موجودة في رقم A. جرين لايت. هنا you need a green light. تحتاج إلى الضوء الأخضر to cross the road. Number four. you need to look left and right. طبعاً يجب أن أنت تنظر يميناً ويساراً عندما تعبر الطريق. طبعاً الصورة رقم B. هي اللي فيها البنوتة look left and right to cross the road في عندي هنا need و need to ايه الفرق بينهم الفرق بينهم باختصار ان need من غير to بيجي بعدها اسم اما need to بيجي بعدها الفعل في المصدر لازم يجي بعد need to فعل في المصدر سيبك من العربي بقى وانا اقول هنا ان ديت بيجي بعدها شيء مهم او ضروري او هنا يكون من الضروري القيام بشيء سيبك من الكلام ده انت راجل بتتعلم انجليزي يبقى تتعلم صح تتعلم ايه ان بعد نيد اسم اما نيد تو طالما في عندي تو يبقى بعدها الفعل في المصدر على سبيل المثال مثلا هنا جايب لي الفاعل نيد بعدها ناون ناون دي معناها ايه معناها اسم اما هنا الفاعل نيد تو بعدها الفعل في الايه في المصدر ان ال اف معناها الفعل في المصدر المثال اللي معانا اول مثال وي نيد سيف رودز نحن نحتاج سيف رودز طبعا هنا سيف صفه ورودز طرق طرق امنه ما فيها فعل اما السؤال الثاني وي نيد تو وي نيد تو لوك لوك ينظر فعل في المصدر لوك ليفت اند رايت طبعا يبقى هنا فعل فين في المصدر جايب لي هنا بي كيرفول اون ذا رودز كن حريصا على الطريق ده طبعا

He works in the city بيعمل في المدينة and he goes to work by motorbike وبيذهب للعمل بواسطة الموتوسيكل أو الدراجة البخارية. Today اليوم he was in a hurry اليوم طبعا هو كان مسرعا. ايه اللي حصل؟ The middle اللي هو منتصف القصة مازن and the leader were walk to school together ماشيين رايحين المدرسة مع بعض. they cross the road at the crosswalk طبعا عبر الطريق شوف ده اسم crosswalk ووك الخطوط البيضاء اللي موجوده على الطريق ان هي اسمها crosswalk يبقى they cross the road at the crosswalk today they walked to the crosswalk and waited for to for the cars to stop وطبعا منتظرين السيارات تتوقف then they walked into the road يعني يمشوا على الطريق مازن walked to the middle of the crosswalk طبعا في المنتصف then هاني دروف ثرو ذا كروس ووك برضو هاني ماشي خلال الايه؟ الكروس ووك هي didnt stop لم يتوقف because he was going too fast طبعا هو ماشي بسرعه ما قدرش يوقف الموتوسيكل بتاعه او الموتور بايك مازن في لوفر طبعا مازن وقع على الارض he was very shocked طبعا اضطرب واتصدم جاته صدمة داليدا was scared داليدا كانت مرعوبة وخايفة على أخوها but she wanted to help her brother عايزة أو قررت إن هي تساعد أخوها the end of the story في نهاية القصة إيه اللي حصل في النهاية هاني stopped to help مازن هاني طبعا مش وقع الولد وسابه جري لا ده ولد مؤدب وقف هاني stopped to help Mazen to help مازن wanted to go to hospital سكول school قصدي طبعا مازن wanted to go to school but he hurt his leg عايز يروح المدرسه بس هو جرح ساقه هاني called for an ambulance طبعا اتصل بالاسعاف مازن از ناو ات ذا هوسبيتال مازن راح المستشفى with his mom mom to get and sister واخته هاني is feeling very bad يشعر بانه سيء طبعا كل قصه تعودنا عليها ان ليها مورال مورال اوف ذا ستوري معناها المغزى المستفاد او القصه المستفاده من من الايه من القصه اللي معانا المغزى المستفاد من القصه ذا مورال اوف ذا ستوري الدرس اللي استفدناه من هذه القصة We learn to be careful on the road لازم أن نكون حريصين على الطريق أن نتعلم أن نكون حذرين على الطريق يبقى we learn we learn طبعا إن إحنا اتعودنا to, to, to be careful on the road General exercises on listen to Listen and circle the correct answer from A, B, C or D طبعا listening في It's important to be safe on the roads من المهم أن تكون آمن على الطريق We need a seat belt نحن نحتاج إلى حزام الأمان In our homes في بيوتنا ولا أو apartment شقتنا ولا car سياراتنا ولا school زي مدارسنا طبعا seat belt بنحتاجه في cars السيارات We also need to cross the road when the light is لما يكون الإشارة لونها green we need to look left تنظر يسارا and right ويمينا before we cross the road قبل أن نعبر الطريق السؤال الثاني choice choose اختر الإجابة الصحيحة choose the correct answer from A, B, C or D السؤال الأول وي نيد نحن نحتاج يو نيد اجرين لايت تو نقط ذا رود لسعينا في السؤال الرابع اللي هو في الاستماع ده وي نيد a لايت تو كروس ذا رود يو كان جو نقط ذن تيرن ليفت طبعا جو ايه جو ستريت ستريت يعني يمشي للأمام في خط مستقيم يبقى ستريت أما الستريت شارع سترينج غريب ستور متجر كروس ذا رود اعبر الطريق ات ذا كروس ووك في عبور المشاة علامة عبور المشاة اللي هي المخططة باللون الايه الابيض كده في الطريق يبقى كروس ووك يو ماست نو ذا رود ساينز يجب ان تتبع العلامات او الاشارات اللي موجودة على الطريق يبقى فولو فولو بمعنى يتبع السؤال الثالث read and complete the text with the words in the box من الصندوق الصندوق اللي معانا فيه سيت وطبعا سيت دي حزام الامان بقى معناها سيت آه بيلت حزام الامان سيف امن ليفت يمين يسار لايت ضوء ريد احمر وين وين يعني عندما وين هنا معناها عندما when you ride your bike عندما تركب دراجتك You need a helmet. تحتاج أنت تلبس الخوزة. You also وأنت أيضا need a seat belt. Belt معها مين? In your car في السيارة. طبعا يبقى seat belt. بهنا seat belt حزام الإيه الأمان. You need a green light to cross the road. Green إيه? Green light. الضوء الأخضر. يبقى هنا في number two light. You need a green light to cross the road. When you cross the road عندما تعبر الطريق you need to look not and right طالما هنا جاب right يبقى هنا نكتب left يسارا ويمينا يبقى هنا نمبر 3 we should be careful or we should be safe ان نكون امنين on roads يبقى هنا اخر حاجه safe امن on the road السؤال الرابع سؤال القطعه read the text read the text and answer the questions مازن and دليل القصة أنا قرأناها دلوقتي walk to school together رح المدرسة مع بعض زي cross the road at the crosswalk في الطريق المعمول للمشاة today they walked to the cross طبعا عبر هذا الطريق and waited for the cars to stop وانتظروا لما السيارات تتوقف then بعد ذلك They walked into the road مشوا على الطريق مازن walked to the middle of the crosswalk كان مشوا في منتصف الطريق المشاة زين هاني هاني جاء طبعا drove ثرو ذا كروس ووك كان ماشي برضو عبر الكروس ووك ومعاه الموتوسيكل او الموتور بايك هي didnt stop because he was going too fast كان سريع جدا ما قدرش يتوقف مازن لوفر وقع على الأرض he was very شوكد uh, كان مضطربا دليلا was scared كان خائفة but she wanted to help her brother to, to <hesitation> uh, تساعد أخوها هاني stopped to help هاني توقف ان يساعد هو كمان مازن wanted to go to school كان نفسه يروح المدرسة ولكن but he hurt his leg ولكن رجله طبعا اتجرحت هاني called for an ambulance اتصل بالإسعاف مازن إز ناو آت ذا هوسبيتال موجود دلوقتي في المستشفى with his mom مع مامته and sister وأخته هاني إز فيلينج فيري باد هاني يشعر بالسوء طبعا لأنه أور uh, تلميذ في المدرسة The word not in the text means a uh, طبعا هي بمعناها ايه؟ هي المركبة a vehicle that carries sick people يعني ايه هي المركبة اللي بتحمل المرضى هل هي الكار السيارة ولا تاكسي التاكسي ولا ambulance سيارة الإسعاف ولا ترين طبعا اللي بيحمل المركبة التي تحمل المرضى هي سيارة الإسعاف ambulance السؤال الثاني the moral of the text is to طبعا المورال المغزى او الدرس الاخلاقي اللي احنا اتعلمناه ان احنا بي ان ان نكون دايما في عجله من امرنا ومسرعين ولا بي هيلثي ان نكون في صحه جيده ولا بي كيرفول اون رودز ان نكون حريصين على الطرقات بتاعتنا ولا بي ليزي ان نكون كسولون طبعا المغزى هنا ان احنا تو بي كيرفول اون رودز هنا تو بي سؤال الثالث How did Dalida هاو ديد feel؟ ماذا شعر داليدا أو كيف شعرت داليدا وين مازن في الداون؟ طبعا داليدا داليدا was scared كانت خائفة طبعا خافت من اللي حصل اللي وقفوها How did the ambulance help مازن؟ كيف ساعدت عربة الإسعاف مازن؟ طبعا the ambulance نقول the ambulance the ambulance took أخذت مازن أخذت مازن to the hospital to the hospital أخذته للمستشفى السؤال الخامس read and write the correct form of the words between brackets. السؤال so الأول you need not at. جايب لك at وسليب الفعل في المصدر لا need إما بيجي بعدها اسم يجي بعدها to المصدر يبقى you need to. She needs to طالما في to يبقى الفعل في المصدر eat. حط eat في المصدر. We need to save recruits طبعا ما ينفعش to لأن فيش فعل. يبقى we need لأن جه بعدها اسم I need to طالما عندي to يبقى بعد تو الفعل في المصدر يبقى to wear we need to wear a jacket الباك تو the following we need sofa roots safe roots يبقى we دبليو كابيتال letter need ما فيش فيها حاجة safe آمن roots طرق آمنة يبقى هنا فول ستوب يبقى احنا عندنا اتنين في هذه الجملة ال W كابيتال لتر و ستوب السؤال اللي بعده رايت ا باراجراف اكتب paragraph uh, of 18 words using the following guiding elements على road safety الأمان في الطريق how can you be safe on roads كيف تكون آمنا على الطرقات what should we وير on your bikes طبعا احنا الأمان على فكره نكتبه كله طبعا it's important بنسيب نص سنتي it's Important يعني من المهم It's important to be safe on roads أن تكون آمن على الطرق طبعا هنحتاج ايه بقى؟ أول حاجة وأنت راكب الدراجة You need أنت تحتاج a helmet اون يور بايك يبقى معاك خوذة اون يور بايك على الدراجة وانت راكب الدراجه بتاعتك برضو يو نيد انت تحتاج اسيت يو نيد اسيت بلت حزام الامان بس فين in your cars أو in your car في سيارتك برضو you need تحتاج green light green light الضوء الأخضر to cross to cross the road أن تعبر الطريق خلصتوا برضه you need you need to look اللي انت تنظر left and right شمال ويمين and right when you cross عندما تعبر إيه ذا رود ده هو ان انا ازاي ابقى من على الطريق كده خلصنا الدرس الثاني ان شاء الله الفيديو القادم ناخد الدرس الثالث والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته